إذا متابعت هاي السلسلة بقناتي أكيد شفت آخر ثلاث مقاطع أو أربعة دائما أنزلها مع تفتيح صناديق، مو صحيح؟ توقعت أنا مشتريها مو؟ لا حبيبي ما مشتري شيء، كله ببلاش، ولا عندي برنامج يجمع نقاط وهالحركات، لا. لكن عندي نظرية براسي طبقتها وفعلا نجحت. تريد تعرف النظرية شنو هاي؟ حتى تجيب صناديق؟ أوكي، كمل الفيديو. السلام عليكم، شوكو الشباب، ان شاء الله بخيركم على بعض وما قدر اقناكم حلقه جديده، واليوم جايبكم كلاش رويال. اي بابي اليوم جايبكم شباب كلاش رويال. اوكي خل اطلب هسه اول شيء صندوق، اطلب هذا العملاق. شباب اكيد كلكم عرفتوا انه انا عندي صناديق هاي، طبعا عندي نظريه اذا طبقها او مطبقها عفوا، وهي السبب اللي خلتني اجيب كل هاي الصناديق. فاذا تريدون تعرفوها قبل الفيديو لاني راد اشرح يا تفهموها بشكل تام يعني مضبوط. بالبدايه خلينا نفتح الصندوق المجاني ونقول بسم الله، ولو انا ما صار عندي نهائيا يعني ما صار بالتاريخ وطالع لي اسطوره بالصندوق هذا العادي ما صار وياي ابد. حلو، اسبس كشمش، اوكي فارغ. هسه خلينا نروح نفتح الصندوق مال القبيله، صندوق القبيلة. هاي أول مرة أفتح صندوق قبيلة. بسم الله، الله ضاع الفلوس، فلوس حبيبي، فلوس. برم برم، اطلع اطلع. أوكي يلا الأخيرة، الأخيرة. شت شت، أسطورة أسطورة في صندوق الديج آية، لأنها لا تحدث كل يوم. ماذا مع أطوان؟ والله لا صفق وعلك، صارت مرتين أميرة. يا أميرة أنت ما أطول خلوة، تسمعني تسمعني شنو أنت أميرة تخوف. يس بيبي كشمش، حلو المخيف أبا أتوان. المهم راح أوريكم التشكيلة مالتها، التشكيلة مالتها مو دائما تنجح يعني، بس توصلني بس مو دائما تنجح، مرات يعني أسوي شغلات غلط. المهم خلينا نفتح بالله صندوق الـ هذا العملاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، ما يفيدني ما يفيدني، لا الله طيح حظك. نفتح صندوق البنفسجي، استعملها استعملها. اوكي بطاقات سمسميه فستقيه هباليه خنفشاشيه. ننتقل الى الصندوق الجميل، الله يا السحري جيب لنا اسطور ثاني، خليهم اليوم يقمزون المشتركين، اريدهم يقمزون، اريدهم يركسون. سويها سويها بيك خير، الله يطيح حظك. افتح الصندوق الاخير، بيك الخير بيك الخير بيك الخير، متفائل خير متفائل خير، انا متفائل خير انا متفائل خير. عليك والله ما متفائل خير ابد. اوكي مش مشكله، نحمد الله شكرا. يوم يا اسطوري قابل اثنين اسطوريين. حاليا انتم تنتظرون اقول لكم النظريه اللي انا تبعتها بالصناديق، لكن جايها بالطريق يعني هسه حق لكم اياها. بالبدايه حاب اقول لكم انه هاي الهجمه اللي امامكم هي لما كنت انا ساحه 7 قبل ما اصعد للثلجيه. طبعا مثل ما تدرون انا هسه واصل مرحله معينه انه لما دا اهجم صارت البطاقات الجديده دا تنزل، وصراحه خربت التشكيلات اللي انا محضرها، وتشكيلات كثيره ايضا. مثلا عندكم بطاقه الجنود المميزون اللي هو البربر المطور، حسيتها صراحه خربت هوايه بطاقات عندنا يعني. لكن التشكيله بشكل عام هي نفسها، انه تنزل عملاق، تنزل وراء مثلا بومبر اللي هو حامل القنبله. هذا ايش راح يسوي؟ راح يعني يخلي العملاق ياخذ الدمج لحد ما البطاقه مالتك تصعد المال العملاق وتهجم اكبر عدد ممكن. انا جربت بطاقه الجنود عفوا الجنود المطورين، لكن نزلتها بشكل خطأ، كان مفترض انتظر شوية. مثل ما تلاحظون انا تعمدت انه ما اسجل الفيس كام حتى اقدر اسيطر اكثر بالتعليق اثناء ما تشوفون اللعبة، لان اذا مثلا العب واحشي يصير صعب علي. مثل ما شفتوا هاي الفكرة مالتها حلوة، شمر الخشبة
اللي الناس كثير عندنا عراقيين يذوجون عليها، لكن هي صراحه مفيده يعني يستعملوها كثير من الناس يعني المحترفين بهذا المجال. بالبدايه مثل ما قلت لكم كل بطاقه جديده تنزل تخرب التشكيله بشكل عام، لكن عندي بعض اصدقائي يقولوا لي انه بطاقه الساحر الكهربائي يعني مو ذيك البطاقه اللي هي مثلا رهيبه، انه مثلا هي صح تدمج مرتين، يعني مثلا شلون اقول لكم تدمج ضعف مو شخص واحد، شخصين سويه مثلا، لكن مو دمج قوي بحيث يعني تحس بفرق كبير. ما اعرف يجوز حسب التشكيله اللي عندك، لان تدرون انت دائما كل بطاقه عن بطاقه اخرى تقريبا نفس لازم تكون متساويه يعني بالدمج وبالدفاع، مثلا ما يكون دمجها كلش قوي لكن يكون دفاعها ضعيف، او مثلا تكون دمها عالي والهجمه مالتها دمج مالتها عالي لكن سرعتها بطيئه كلش واستعدادها للضربه ايضا بطيء. يعني صراحه لازم يكون اكو تساوي بالبطاقات، فهذه الطريقه اللي يسووها صراحه هي اللي تقلب الموازين باللعب. هو طبعا هنا انا لاحظت هواي من اللاعبين يستعملون الفرن، وهذا الظهر يدرون يطبخون كعك، بس يعني الفرن فعلا يعني يطلع لك دمج، يطلع لك الارواح النار اللي عندهم دمج عالي، لكن احيانا انا استعمل طريقه مثلا حتى افوز، انه مثلا اذا بما انه انا اخذت برج واحد احاول قدر الامكان احافظ على البرج مالتي، وبنفس الوقت ادمر له برج ثاني. اذا مثلا اذا ادمر لي برج لازم ادمر له برج، اركز على برج واحد وبنفس الوقت احبط كل الهجومات مالته، حتى يعني مثلا يقول لك في اسوأ الحالات انه اتعادل، واذا شفت بيها مجال اهجم هجمه سريعه لحد ما تنتظر يعني خصمك يخلص وقت البطاقات مال الاكسير عفوا. طبعا سويت غلط بالحلقه اللي فاتت انه كنت العب واعلق بنفس الوقت، وهذا الشيء اللي خلاني صراحه ما اركز بالجيم، لكن لما العب اللعبه لوحدها بدون ما احكي او بدون ما اعلق او بدون ما اقول هذا الشيء يخليني اركز اكثر شيء على الجيم. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم هاي الهجمه اللي سويتها، حبيت اقدم لكم اياها مثل ما قلت بدون فيس كام، حتى يعني هاي استعراض بعد ما لعبت اللعبه وسجلت عندي، حبيت اوريكم طريقه اللعب مالتي للتشكيله اللي عندي اللي هي من العملاق، وخليت ورا المفجر هذا مثل ما تعرفون حتى يكون يشبع كتر يعني مثل ما يقولون، حد ما يقدر ياخذ اكبر عدد ممكن من الدمج. طبعا الخصم هنا كلش عصب لانه صراحه بدايه الجيم راح البرج الاول. حبيت اوريكم ايضا انه حبيت شوي اغير بالتشكيله مالتي بعد ما صعدت الاميره سويتها ليفل 2، بس ما حسيت فرق كثير. طبعا هنا انا اذا لاحظت نزل هو الهوك، بس انا استعجلت ونزلت المدفع، هذا المدفع يساعدني حتى يشغل الهوك او يشغل مثلا العملاق العظمي او هيك شيء من هاي الاشياء البطاقات اللي تنزل، هاي جدا مفيده. المدفع ايضا يقلل الدمج اللي يقلل الهجوم السريع اللي يسويه الخصم، وبنفس الوقت يعني يشغله عن يشغله عفوا عن القلعه. هذا الشيء طبعا مثل ما لاحظت قبل شوي استعمل المرايه، يعني لو اثنين هوك دمرت لو ما عندي هذا المدفع. طبعا هواي منكم يقولوا استعمل البرج الناري، لكن انا ما استعمل البرج الناري لان اشوف البرج الناري ياخذ هواي اكسير بينما هذا ياخذ 3 اكسير، يعني صحيح هو قوي لكن يعني الى طريقته. هاي شغله. الشيء الثاني دا استعمل ايضا باللعبه، اذا تلاحظون انه احاول اجمع اكسير قدر الامكان وما اهجم بالنهايه الاكسير اللي عندي، حتى لي كل الاكسير عندي حتى لا يصير عندي وقت فارغ او يصير عندي وقت مكان فارغ حتى يقدر يهجم بي علي العدو، بينما اني يكون ما عندي اي دفاع اقدر انزله، فانتظر شويه. مثلا اذا عندي 5 اكسير ما نزل عفوا العملاق، انتظر شوي لحد ما يصير 6 أو 7 حتى انزل واحد لاق، حتى خاف انه يجي عليه هجوم سريع من المكان الثاني. مثل ما لاحظت طبعا عندكم العمالقه المميزون جدا مزعجين، فالحل الوحيد وياهم صراحه لاحظت بعدين بالجيم الجاي حتى تنتبهون انه هو الارم سكرتون. اذا لاحظتوا العمالقه المميزين بعد ما يصلوا ليفل 8 او 9 جدا اقوياء، فصعب جدا تقضي عليهم، البطاقات قليلة كلش تقدر تقضي عليهم. مثل ما تلاحظون انا فزت الان عليه ب3 كؤوس. الجيم كان حلو جميل وبنفس الوقت ببعض الافكار، وكل جيم تقدر تتعلم من عنده ايش راح تسوي بالجيم اللي وراه. ووصلنا الى الهجمة الاخيرة، وهنا راح اشرح لكم النظرية اللي انا طبقتها وعلى اساسها
حصلت كل هذه الصناديق الأسطورية والعملاقة والنادرة، يعني كل هذه الصناديق اللي ما تطلع لك بسهولة. فبالبداية حاب أقول لكم أنه نجحت معي، فهل ممكن تنجح معكم؟ على الأغلب أتوقع تنجح معكم. النظرية اللي توصلت لها حسب يعني أنا الوحدي توصلتها، أقسم بالله يعني ما شفت أحد أو أحد ساعدني، أنه هو فعلا بعض الناس يقولون أنه إذا لازم تترك مكان، لأن يعني تترك مكان راح يكون هو هذا السبب اللي يخليك مثلا تربح صندوق اسطوري او نادر. ليش؟ لان انت اذا ما عندك مكان وجزء يقول لك انت ما عندك مكان فما راح تاخذ صندوق، جزء يطلع هو هذا الصندوق النادر اللي عبرك بعد. صحيح هو الكلام، لكن اللي اصح من عنده انه واللي بتوقعي انه ما يجيك صندوق انت محدد الك من تفوز، لا هو يجي صندوق الك واللي شخص امامك. يعني مثلا انت ما لك صناديق خاصه بيك مثلا لك مثلا 24 صندوق بس كل شهر، ماكو شيء، لا انا ما اتوقع هيك حكي. اللي اتوقع انه كل شخص يحارب شخص ثاني يجي صندوق من الشركه عشوائي، وهذا صندوق اللي يفوز هو ياخذ. يعني مثلا اذا انت خسرت المباراه يجوز الصندوق الاسطوري راح له، بس اذا انت فزت المباراه يجيك الصندوق الاسطوري لك. فهمتني؟ يعني معناته ايش راح تسوي حتى تربح الصناديق؟ بشكل مختصر لازم اول شيء تفرغ مكان 100%. الشيء الثاني ما تهجم، حتى لو عندك صندوق واحد مكان تاج فارغ للملك، حتى انت عندك 9 توج ويراد لك 10، لا تهجم. اسمع كلامي، انتظر انتظر حد يساعدك مكان فارغ يلا تهجم، لان احتمال الصندوق اللي حتربحه هو اللي حيربحك. وشيء ثاني، حاول تفوز قدر الامكان، لان اذا خسرت يجوز الصندوق يروح للاسطوري. فانت ماكو صناديق محدده لك، اكو صناديق عشوائيه تجي من الشركه، يعني لك والشخص اللي امامك، هو يفوز ياخذ صندوق مكانك. فانت معناته ايش راح تسوي؟ لا تهجم نهائيا اذا انت ما عندك مكان فارق، واذا انت متروس وتريد بس تربح لك حتى لو نجمه، حتى على مود تاج واحد عفوا، حتى شنو تفتح صندوق، فهاي لا تسوي. هذا غلط. طبعا اذا تلاحظون هنا امامكم شلون فزت عليها يعني بشكل سريع جدا، هاي الهجمه كانت حلوه هنا. ارجع اقول لكم مختصر مفيد وسريع، يا اعزائي يا اصدقائي، لا تهجمون اذا عندكم مكان مفول ذا المكان عندكم. لكن واذا اردتوا ايضا تاج واحد، لا تهجمون عمود تاج واحد، عمود تفتح تاج الملكي مثلا، لا انتظر، ولازم تفوز قدر الامكان، لان الصناديق اللي تجيك عشوائيه حسب ما انا شفتها. وهذا هو السبب كل الصناديق اللي عندي، واقسم بالله لا اشتريت لا عبيت لا حد طاني نهائيا، كله جبته من الجيم. صحيح بعض الخطط اللي اسويها احيانا ما تنجح، لكن هاي دا احاول يعني، ودا احاول اقدم لكم الشيء اللي يعجبكم. ان شاء الله ربي يعجبكم تعجبكم هاي النظريه، وان شاء الله طبقتوا تستفادون، واللي عنده تشكيله حلوه يكتب لي بالتعليقات، ويا ريت تعلقوا لي اكثر من تعليق. هاي نهايه المقطع، ان شاء الله ربي يعجبكم، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم علي واعطاهم قدر، اقول لك مع السلامه باي. طبعا لا تنسى مراجعه اخر 4 مقاطع.